مي نائمه او باللي عندها 84 مليون في الكونت تحويلات ليوتيوب. من الطبيعي جدا انها تكون كتوصل لهاد الارقام بسهوله، راه غادي تحيد علينا هاد الزبل حشاك من الانترنت. خصوص الضجه اللي نايضه على مي نائمه اللي كتسميوها نتوما البداويه وما قارياش وما مسكو. بحكم ان كانت توصل بمعلومات وكذا، فاش مي نائمه تشدات لقاو باللي عندها 84 مليون في الكونت تحويلات ليوتيوب. انا بغيت نسولك هذا الرقم، يعني انا اللي توصلت به ان هذا الرقم هذا اللي توصلت به هو 84 مليون سنتيم ديالنا كان عن طريق اليوتيوب، يعني سواء الاشهارات سواء لي دون ديال الناس. انا بغيت نسولك، يعني ماشي مي نائمه بالضبط، ولكن الناس ديال اليوتيوب واش زعما هاد الصحابات اليومياتي وهذا واش يقدروا يوصلوا لهاد المداخيل ديال 30 ميل درهم بار مو؟ 30 ميل ديال اقول 60 ميل، قول 900 ميل، كيوصلوا هذا الشيء، كيوصلوا، لانه بطبيعه الحال ملي كتهضر على واحد المشاهدات اللي كتلقى اقل مشاهده عند هذيك السيده تتجاوز نصف مليون، فراه من الطبيعي جدا انها تكون كتوصل لهاد الارقام بسهوله، راه هذا الشيء اللي خلى ان بزاف ديال الناس يتوجهوا على التوجه ديال روتيني اليومي، لانه تصور معايا صديقي محمد انه السيده حنا ناخذوها عاهره مميز الا خرجت للشارع، الا خرجت للشارع شحال غتصور في النهار؟ شحال غتصور في النهار؟ تصور 100 درهم هي والموتور هي ورا لقات انه يوتيوب حاليا راه كيدير دخل اكبر من ذلك، وتيخلي لها وتيصون ديك تيصون ما يسمى بالشرف والعفه اللي هي اللي كتحاول انها تسوق ليه. فبالتالي كل بزاف الناس كيتوجهوا، ولا رديتي البال سي محمد انه راه كيهضروا بالخليجيه، ما اش علاش كتهضري بالخليجيه؟ الروتين علاش كتهضري بالخليجيه؟ دابا هذا هو السؤال اللي بغيت نفهم، ما تهضروش باللغه العربيه الفصحى ولا تهضروا بالخليجيه، يعني كتضربي على راسك في تضربي على راسك في الامارات، كتضربي على راسك في دول خليجيه اخرى. وهذا الشيء للاسف الشديد السي محمد، حنا اللي كنهضروا دابا كنهضروا وهذا الفيديو اللي كاين ديال داك الكلب اللي قاعد تهضر على شرف المغربيات، راه ملي كنوضوا حنا ونغوتوا وتقول بان راه انه روتيني اليومي راه ما خاصوش يكون، وان راه هذاك الميوعه ما خاصهاش تكون لانها راه وجه ديال البلاد، راه ماشي تنقولوا هذا الشيء لاننا ما باغينش هاد الناس يدخلوا الفلوس، ولا لاننا ما بغيناش انهم يحاولوا انهم ينقذوا نفسهم من واحد الوضعيه اجتماعيه معينه، ولكن راه للاسف الشديد داكشي راه كيشوفوا العالم ككل. ملي كيجيني انا واحد الكلب سعودي تيقول لي راه عيالاتكم راه مميسات، راه تيديروا وتيفعلوا، انا باش من وجه غادي نجاوبوا؟ باش من وجه غادي نجاوبوا؟ الا مشى جبد لي اقل فيديو غيجبد لي تما فضيحه تما جبدات فيديو ديال روتيني يحطوا لي باش غنجاوبوا انا؟ علاش هاد السعوديات ما كيديروش روتيني اليومي؟ علاش هاد الاماراتيات ما كيديروش روتيني اليومي؟ علاش؟ واش هما عندهم الرجال وحنا ما عندناش؟ واش هما كيحافظوا على السمعه ديالهم وحنا ما كنحافظوش على السمعه؟ واش هما اكثر منا غيره على البلاد؟ راه هذا الشيء هو اللي خاصنا نناقشوا. فبالتالي ملي كيجي شي حمار يبقى يهضر لنا على بنات بلادنا، انا راه بالنسبه لي دبر راسها حريتها الشخصيه هذيك تعرى سوقها هذاك، ولكن راه ملي كيجي واحد يهضر في واحد الفيديو راه ماشي كيقول لك هاتي الفتاة، راه تيقول لك المغربيات، ملي كيقول لي المغربيات راه جمع مي جمع اختي جمع بنتي جمع، فانا ما يمكنش ليا من غدا ولا غدا بنتي ان شاء الله تكبر وتكون شي حاجه كبيره في البلاد وتسافر في شي رحله عمل ولا هذا ويشوف فيها شي كلب خليجي ويقول لك هادو ويجي يتحرش بها. علاش؟ لانه غيشوف فيها جسد، غيقول لك هذه راه بحالها بحال اي وحده كتبان في يوتيوب. راه هذا الشيء علاش كنهضروا حنا دابا، هذا هو الاشكال علاش كندويو دابا. غير السي امين اللي بغيت نسولك دابا، انت بحكم يعني واحد من صناع المحتوى ومن اخذ من صناع المحتوى عندنا في المغرب، واش كتشوف شكون اللي كيتحمل المسؤوليه بالضبط؟ واش المشاهدين اللي كيدخلوا لهاد لي فيديو ولا صناع المحتوى؟ حيت انا حسب يعني وجهه نظري كنشوف باللي صناع المحتوى يلاه كاين عندنا واحد 30 ولا 40 في المغرب اللي هما متابعين وعندهم عدد المشاهدات، ف يعني الا بينا نناقشوا خصنا نناقشوا هذا العدد القليل اللي هما صناع المحتوى، اما اننا نناقشوا ذاك
لاماس اللي هي ديال المشاهدين اللي كيوصلوا مليون ومليون ونص وجوج مليون وهذا، فصعيب فصعيب نهضروا معاهم. فالنقاش انا على ما اظن تتوجه لصناع المحتوى يطلعوا النيفو في المحتوى ديالو. شوف انا في هذا الشيء اللي واصل ليه حاليا هذه الميوعه كنحمل المسؤوليه لثلاثه الاطراف. كنحمل المسؤوليه الطرف الاول هو المشاهد، لانه هو اللي كيساهم في ان هذيك الميوعه كتنطاش. دابا اسمح لي دابا كتمشي اوردر ريسبونسابيلتي، يعني اكثر المسؤوليه وانت نازل. زعما شكون اكثر مسؤوليه؟ واش المشاهد؟ لا لا عندنا، لا شوف عندنا بعدا لانفلونسور. اذا بغينا نديرو بالتراتبي عندنا لانفلونسور اللي ماشي انفلونسور، داك المخربق حيت هو ماشي صانع المحتوى، صانع المحتوى يوتيوبر مولاشي مزيان مولاشي هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو في الاول، في الاول والاخر. كيجي في المرحله الثانيه، في المرتبه الثانيه كيبان لي انه كيجي المتابع، لانه هو اللي كيتابع هذاك المحتوى وكيشجعه وكيجي يقول لك هنا. دابا تلقى في الكومونتير تيقول لك لا وما خصناش نتابعوا هذا الشيء وهذا، وكتلقاه كتبان ليه غير شي تصويره مينياتور في شي قنت ما عنده يديه كتزغلل، خصو يمشي هو يكليكي تما يتفرج. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة وهي المؤسساتية نوعا ما، لأنه خاصنا قوانين اللي كتجرم هذه الأفعال هذو، لأنه ما يمكنش أن وحدة كيولي يشوف جوج المليون لابسة واحد اللباس اللي هو فاضح، ومع ذلك ما تيتمش لقاء القبض عليها. حيت أنا لا أعتقد أن واحد السيدة بهذوك الحركات الإيحاءات الجنسية وبهذاك اللباس وغادي تمشي غير وسط الشارع في أي مدينة، غادي 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 القوات العموميه غادي يخليوها تدوز هكاك، راه غادي يشدوها. راه الاخلال بالحياء العام، راه كذلك هذا تنهضروا على الاخلال بالحياء العام، تنهضروا على مثلا واحد الشارع اللي انا مثلا داز داري ما شتوش، لكن الاشكال ديال يوتيوب اللي كنحل يوتيوب راه كيبان هذاك الشيء كيفرض راسو عندي، لان يوتيوب كتوريه ليا بزز، كتعرفني مغربي كتوريني هذاك الشيء. المشكل الاخر انه بنتي غادي تشوفه، مرتي غتشوفو، جالس مع عائلتي غادي يشوفو، خصوصا حنا دابا كنهضروا على الاجهزه التلفاز الذكيه، كلشي كنطلقو دابا تنهضروا طالقين يوتيوب، فبالتالي تيولي هذاك الشيء كيفرض راسو عليا. ف هذا الشيء علاش حنا في الاول ملي كنهضروا حتى على القوانين ديال التاطير وتخليق شويه الحياه العامه على الانترنت، حنا كنشوف هذا النوع ديال القوانين، لانه فعلا حنا محتاجين قوانين اللي غادي تحيد علينا هاد الزبل حاشاك من الانترنت. بغيتي اختي تلبسي اللي بغيتي شطحي دير، ولكن في دارك بدون كاميرا. ملي تولي الكاميرا وكتولي كتنشر ليا في الانترنت، هنا راه كتفزدي ليا اخلاق ولادي قبل ما نهضروا على وكتفزدي اخلاق ديال واحد الامه ناشئه، تفزدي ليا شباب المستقبل، خصوصا اللي هما واحد المرحله اللي هي حرجه، مرحله المراهقه. السلام عليكم، ماكش غادي نهضر، غندير واحد لا فيديو بخصوص الضجه اللي نايضه على ام نعيمه اللي كتسميوها انتم البداويه وما قارياش وما مسكولاش ساكنه في عروبيه، بان قالت الله يعطي السرطان الناس اللي كيديروا الديسلايك ياك. ربما هي قالتها عبرت على الجهل ديالها او ما عرفاش توصل الفكره بالطريقه الصحيحه، لكن كاين بزاف ديال العقول الراقيه اللي كتدعي العقول الراقيه في انستغرام اللي كيديروا المناكير والسب والشتم والقذف والضحك على الدقون المغاربه، ها ومنهم من استحمروا المغاربه وما شفناش انهم تعاقبوا ياك. وهذا واحد الحديث كادو لكم ديال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وان المراه لا يتلفظ بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفه. دوك صحاب العقول الرقيه شحال ديال الكلمات الخانزه والخبيثه والطيحه والهابطه اللي كتقولوا في اللايف، هذوك اللي كيطلعوا معريات في اللايفات، وحنا كنعرفوا بان المغرب دوله اسلاميه دستور القران والاسلام. اذا نمشيو واحد بواحد ونعاقبوا هذوك الاولين اللي كيدعوا العقول الرقيه. عند ظلم نعيم مجله ليلى العروسه، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.